ضربات حريه قلت لفكيك. ليه يا حضره الضابط؟ يعني ايه كنت عاوز نموت مع اللي ماتوا؟ قلنا ننفذ بجدنا ونروح ما بعدك روح. النبي يا اختي، اللي عايز يهرب من الحريقه يخرج بره ويستنى، مش ينط في عربيه ويجري. انط فشل، انط ده ايه سعاده البيه؟ ده واحده من الزومه اللي قالت ان البوليس جاب لنا العربيات دي عشان تنقلنا في سجن تاني، قلت يا بنت نطي فيه. والله يبقى قولي الكلام ده في التحيه يا حبيبتي. حبيبتك؟ قدامي. يا نهار اسود ومنيل، ايه ده؟ ايه الظلم ده؟ ايه التهريج اللي حصل ده يا سياده العقيد؟ هي حصلت المساجين يولعوا في السجن عشان يهربوا؟ امال فين السجانات؟ وانت كنت فين؟ ومين اللي عمل الحريقه دي؟ يا فندم لحد دلوقتي مفيش دليل ان المسجونات هم اللي ولعوا في السجن. وبعدين التقارير الاوليه بتقول انه ماسك كهربائي. ده كلام تقوله برضو؟ والعربيات اللي كانت مستنيه المسجونات بره كانوا عارفين ان في ماسك كهربائي؟ يا فندم العربيات دي بتعدي كل يوم من قدام السجن في طريقها العادي. المسجونات لما خرجوا من الباب شافوا العربيات نطوا فيها عشان يهربوا. الكلام ده ما تخش دماغ عيل صغير. عاوز تقرير كامل يكون على مكتبي في خلال اسبوع، ولازم اعرف مين اللي ورا الحريقه ديت. حاضر يا فندم. قول لي كم مسجون ماتوا في الحريقه ده؟ 5 يا فندم. لكن يا خساره. ايه مالك في ايه؟ كان نفسي واحده بس تكون في وسط الخمسه دول، لكن مع الاسف بتقضي اليومين دول عقوبه في سجن تاني. قصدك المالكه؟ هو في غيرها يا فندم؟ امال انا اعمل ايه؟ والعريس اللي طلعت بيه من الدنيا وبعد اخره صبري رمى لي الدبله في وشي وكل ده بسبب امك. انا بقى عريسي ساب لي البلد كلها وهج. ايه ده؟ دي ابتسام. الو ايه بصبص؟ ايه يا نهار اسود حصل امتى الكلام ده؟ في ايه بت؟ طيب يا بت استني إيه؟ طيب ماشي كلميني تاني. يلا باي باي. ايه يا بنت مالها ابتسام؟ بتقولي ان صفيه اتصابت في الحريقه ونقلوها على المستشفى وحليمه راح لها دلوقتي. يا دي البلاوي السودا اللي انت عماله تحد فيها في وشي من الصبح. وصفي حالتها ايه دلوقتي؟ مش عارفه يا امينه بس ان شاء الله خير. ربنا يستر. يا نهار اسود ده لو صفيه جرالها حاجه لا قدر الله حليمه ممكن يطلق فيها ابتسام اختك. لا ما تخافيش انا مش هقول لحد ان امك هي اللي ولعت في السجن. وانت اصلا عرفتي ازاي؟ ما هي جرجرت المحامي في وش الصبح وقالت له ان هي ولعت في السجن علشان قبل ما يحققوا معاها. يا فرحتي بيها انت يا كريمه. اوعي المحامي ده يروح يقول لحليمه حاجه. لا ما تخافيش حليمه اصلا ما يعرفوش. استني وفي خبر كويس. هو انت يا بوز الاخص بتقولي خبر كويس؟ ده كل ما تحصل مصيبه تيجي جارية تقوليها لي عشان تنكدي عليا عيشه اهلي. انا الله يسامحك على العموم ابتسام حامل تاني بجد يا كركر. اخيرا يا رب الواحد سمع خبر عدل. اخيرا خدي دي كمان وحليمه سمح لها ترجع تعيش معنا في الفيلا. الله 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 اهي دي الاخبار الكويسه ولا بلاش؟ ايوه كده احنا محتاجين الفتره دي نبقى جنب بعض عشان نعدي من الايام السودا دي. ايه ده دي ابتسام. الو ايوه ابتسام بتقولي ايه؟ يا نهار اسود ايه يا بنت في ايه تاني؟ صوفيا ماتت. يا لهوي كيف حياتك يا معلمه كيداها؟ ربنا يصبر قلبك. الصدمه كانت شديده عليكي قوي يا اختي. الا شديده جايبه لي اشرب. انا عايزه قهوه. ساده ساده حبيبتي 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 كانت خمسه حبيبتي. انا روحي يا ناس اتاخدت مني. دي كانت روحي خمسه روحي. اروح فين واجيب منين من غير صافيه؟ اعيش ازاي من غير صافيه؟ ده احنا كنا اكلين شاربين نايمين مع بعض. حتى الراجل اتجوزناه دوينتو. حتى الزنزانة كنا قاعدين فيها ادوينتو. اروح فين دلوقتي واجي منين؟ اعيش ازاي من غيرها؟ مش عارفه اعيش ازاي من غيرك يا صافيه. ايه ده ايه اللي بيحصل هنا ده؟ عاملين الحداد يا سياده البيه. حزانه خمس ايام حداد. والله خمس ايام حداد يا سياده اللواء. عقيد يا اختي مش لواء.
يبقى بص على كتف الاول قبل ما تتكلمي. معلش يا سعاده البيت ما تاخذنيش، انا ماليش في الرطب خالص، وبعدين خدوا فال حلو من بقى. هو طول ما انتوا في ارابيزه هيبقى فيه فال حلو ولا هترقى ابدا؟ ان شاء الله هتترقى وتبقى زي الفل، بس خد مني انت عندك استدعاء بكره قدام السيد وكيل النيابه. ليه؟ عملت ايه عشان الاستدعاء ده؟ انت هتخشي لي قافله يا كيداهم، جت معلومات اللي انت اللي ورا حريق السجن. انا احرق السجن؟ ليه؟ كنت بردان وعاوز اتدفع. جالنا بلاغه يا كيداهم انك دبرت حريق السجن، فما هو قولك فيما هو منسوب اليك؟ ده ظلم وافترى عليا، انا هحرق السجن ليه؟ ده حتى السجن اصلاحا وتهذيبا. اتكلمي عادل يا ست انت. ما انا بتكلم عادل يا سعاده البيه، اصل كلام حضرتك كانك اديتني قنبله في وشي. اه والله حاسه بالظلم واللي افترى عليا. واحده لسه ما خدتش حكم في قضيتها يا سعاده البيه، والبوليس مش عارف يمسك عليا اي حاجه لغايه دلوقتي، يعني بريئه، هحرق السجن ليه؟ يعني اللي بيتهمك بيتبلى عليك. ظلم وافترى يا سعاده البيه، ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه. صدق بالله تلاقي اللي بلغ عني ده هو اللي عامل فيا المغرز ده. يلا حسبي الله ونعم الوكيل فيه، وانا قاعده في سجني وخافي خير شري. لكن بامرك يا رب البراءه على وشك السمح ده باذنك يا كريم. انا قدامي تقارير طبيه بتقول انك بتترددي على دكتور نفساني كتير. الله اكبر، سلام قام بالرب الرحيم. دكتور نفساني ليه؟ هو انا كنت مجنونه ولا مجنونه سعاده البيه؟ مين اللي قال عني الكلام ده؟ بسبب الكوابيس اللي بتجيلك بالليل وحبل المشنقه اللي بتلف حوالي رقبتك. حبل المشنقه بتلف حوالي رقبتي؟ بسم الله ما شاء الله عليا، ده انا طول الليل والنهار بحلم خضار في خضار، فوق خضار وتحت خضار، لما حاسه في الجنه بسم الله ما شاء الله ونعيمها. وبعدين من امتى سعاده البيه الحكومه بتاخد بالاحلام والكوابيس؟ ايه دي موضه جديده دي ولا ايه؟ بقول لك ايه، انت شكلك لبط وهتغلبينا معاكي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عايزني اعترف بتهمه ما عملتهاش؟ مش كفايه التهم الزور اللي تتهموني بيها ومرميه في السجن من غير ما اعمل حاجه، وسايبه اولادي وسايبه اشغالي ومرميه زور؟ يا سلام، يعني الشهود اللي شهدوا عليكي في قضيه المخدرات دولت كمان بيتبلوا عليكي؟ كدابين وبيحقدوا عليا. ايوه سعاده البيه، ما احنا بزمن الشجره المثمره يزولوها بالطوب. ايوه سعاده البيه، ده ظلم والله. طب والالماز اللي ظبطوه في المطار في الشنطه بتاعتك؟ يا سعاده البيه، ده تلاقيه بتاع صفي الله يرحمه ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه اللي ماتت دي، هي اللي كانت معايا في السفريه وحطته من ورايا في قلب شنطتي. الله يرحمها بقى ويبشبش الطوبه اللي تحت راسها. ماشي يا كيداهم، اما نشوف ايه اخرتها معاكي. اخرتها فل وقشطه وعناب بامرك يا رب، على وشك السمع. لكن ممكن اسالك سؤال؟ مين اللي اتهمني الاتهام الباطل ده وقال ان انا حرقت السجن وانا بريئه؟ المرحومه صافيه ابو سويلم اخر حاجه عملتها انها قدمت بلاغ ضدك. خمسه الله يكرمها.